تم العثور على رسالة بجانب ابنتها التي كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة لتكشف الغموض الذي لا يصدق. مرحبا بكم في قناتكم تثقف في دقائق. ستيسي أم لفتاتين، توفي زوجها الأول في ظروف غامضة، وبعد أشهر قليلة تزوجت، وأيضا توفي زوجها الثاني بنفس الغموض. هيا بنا فلنكتشف السر. بطلة قصتنا هي ستيسي كاستر، المولودة في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. في عامها 18 تعرفت الفتاة على صديق يدعى مايكل وولز. في نهاية المطاف وبعد قصة عاطفية طويلة كللت بالزواج. رزقوا بطفلتهم الأولى التي أطلقوا عليها اسم أشلي، وبعد فترة أنجبت ستيسي ابنة أخرى اسمها براي. كانت مهنة مايكل الأساسية هي ميكانيكي سيارات، وكانت ستيسي تعمل موظفة في شركة وتحصل على راتب جيد. كان هناك ترابط وحب كبير بين الأب وعائلته. كانت تلك العائلة الرائعة عائلة سعيدة بحق. ولكن مع الوقت بدأت ستيسي تشك أن زوجها غير مخلص لها ولبيته جميع. أصبح يسرف كثيرا في شرب الكحول، وبدأت صحته النفسية تتدهور. اتخذت ستيسي قرارا حتميا بالانفصال عنه، وأخذت تبحث بدورها عن محامي محترف لتبدأ بإجراءات الطلاق بسرعة. ولكن ستيسي قررت بشكل أو بآخر تأجيل الأمر والموضوع برمته لحين الانتهاء من حفلات عيد الميلاد المجيد، وهذا حتى لا تتأثر نفسية بناتها بقرار الانفصال عن مايكل. أصيب الزوج فجأة بنوبة تعب كبيرة، وظل في المنزل فترة كبيرة للغاية من دون عمل ولمدة 6 أسابيع. كان غير قادر على الاستيقاظ من على السرير والقيام لمواصلة حياته وعمله الخاص، وظل في دوامة صحية قاتلة لم ينهض منها. كان يبلغ من العمر حينها 38 سنة، والغريب أنه كان طيلة حياته سليماً، لم يذهب للأطباء أبداً ليشكو حتى من نزلة برد. كان المسكين يتقيأ ويفرغ ما في بطنه بشكل مستمر، وكانت الأمور تزداد تعقيداً خاصة مع حالات الارتعاش الكثيرة التي كانت تصيبه. ظهرت عليه أعراض أخرى خطيرة كعدم مقدرته على المشي والنطق. لم يدم عمر مايكل طويلا، حيث توفي بعد وعكته تلك بحوالي 2 أسبوع فقط. وحسب تقرير الطبيب الذي عاين جثته، فإن الوفاة كانت بسبب السكتة القلبية. عائلة مايكل شكت في طبيعة وفاة ابنها، وطالبت أخته بتشريح الجثة، ولكن ستيسي استطاعت إقناعهم أن زوجها توفي بسبب وعكة صحية، وأن الطبيب عرف سبب وفاته فقاموا بدفنه دون تشريح الجثة. بعد وفاة مايكل تعرفت ستيسي على رجل آخر يدعى ديفيد، وقد تزوجوا في نفس العام. وبما أن الزوج كان رجل أعمال، عملت ستيسي معه في نفس المجال. كان الرجل لديه ابن من زوجته السابقة، وكانت علاقتهما رائعة للغاية. بعد سنوات من زواجهما اتصلت ستيسي بالشرطة لتخبرهم أنها في العمل، وأن زوجها لم يأتي كعادته.
وأنه كان حبيساً لغرفته فترة طويلة للغاية، ولم يفتح باب غرفته لأحد قط، ولم تفلح معه محاولاتها المستميتة لجعله يرد عليها أو حتى يفتح لها الباب لتطمئن عليه. وقالت أنها تخشى من أن زوجها قد فعل في نفسه أمراً ما، لأنه كان مصاباً حينها بحالة اكتئاب شديدة، والسبب هو رفضها ترك أبنائها وحدهم والذهاب معه للاحتفال بعيد زواجهم. وصلت الشرطة إلى المنزل. تابعونا في الجزء الثاني لنعرف ماذا حدث مع ديفيد وزوجته. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.